تمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية. وقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022. على قدر متانة ورسوخ العلاقات السياسية، تأتي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والإمارات، علاقات تعكس إيمان قيادتي البلدين بوحدة المسار والمصير، وبأن التكامل والتضامن العربي يجب أن يكون ذي وجه اقتصادي يصب في مصلحة شعبي مصر والإمارات. وللعلاقة الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي أوجه إيجابية واعدة، من مظاهرها أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تأتي مصر كخامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية. قيمة التبادل التجاري بين البلدين هي الأخرى علامة على ما تتسم به العلاقة الاقتصادية من تميز، إذ تم تسجيل 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي. وعلى صعيد الاستثمارات، تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية نحو 1250 شركة في مجالات الاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية، إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها. وسجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر زيادة بنسبة 169% بالنصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمتها 1.9 مليار دولار. وانطلاقا مما سبق، يمكن القول إن العلاقات بين البلدين مزجت بين السياسة والاقتصاد، فكان الوجه السياسي الإيجابي انعكاسا لتعاون اقتصادي واعد ومتقدم.